يعني في البداية دكتور نتحدث عن فضل هذا اليوم العظيم. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. هذا اليوم يوم فرح ويوم مباهاة في الأرض وفي السماء. الله جل وعلا يباهي الملائكة بعباده، إن الله يباهي ملائكته عشية عرفة بأهل عرفة ويقول: انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرا. هؤلاء في دار الضيافة، ومن يأتي إلى دار الضيافة يتعرض إلى كرم الكريم جل وعلا. فالله سبحانه وتعالى في هذا اليوم يعطيهم أغلى وأفضل وأعظم ما يتمناه كل مسلم، ألا وهو المغفرة. كأن الطائع بلسان الحال يقول: يا رب لعلك ترضى. صحيح. أنا ماذا أريد بصلاتي وبصيامي وبزكاتي وبقراءة القرآن، بل وبهذه النفقة وبهذا السعي، أنا ماذا أريد؟ أريد يا رب المغفرة والعتق من النار. حتى كان أفضل دعاء في ليلة القدر يعلمه النبي عليه الصلاة والسلام لعائشة رضي الله عنها أن تقول: اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني. وكأن هؤلاء جميعا بلسان الحال يقولون كما قال المنشد من قبل: أتيناك بالفقر يا ذا الغنى، وأنت الذي لم تزل محسنا، قد عودتنا الفضل منك عسى أن يدوم ما منك عودتنا. فالله جل وعلا من عادته المغفرة والرحمة لمن جاء إليه منكسرا، خاصة من جاء من باب الافتقار. طاووس بن كيسان رحمه الله، هذا كان من كبار التابعين وكبار علماء اليمن، كان مرة في حجر إسماعيل في الكعبة، قال: فجاء علي بن الحسين رحمه الله فصلى وسجد، فقلت في نفسي: رجل طيب مبارك من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، أستمع ما يقول. قال: فسمعته في سجوده يقول: يا رب فقيرك بفنائك، يا رب عبيدك بفنائك، يا رب مسيكينك بفنائك، يا رب فقيرك بفنائك. يقول طاووس: ما دعوت الله تعالى بهذه الدعوات في كربة ولا شدة قط إلا فرجها الله عني. الله يحب أن يرى من عباده هذا الانكسار في عرفات. كم من دموع سكبت، كم من ذنوب غفرت، كم من هموم فرجت، كم من كروب نفسها الله جل وعلا. لذلك هذا الجمع نتمنى إن شاء الله ألا يحرم مسلم منه، وأن هذه الأفئدة كلها إنما تشتاق إلى بيت الله الحرام ببركة دعوة إبراهيم عليه السلام: واجعل أفئدة من الناس تهوي إليه. على فكرة مش الأبدان هي التي تهوي، لا، القلب يطير فرحا قبل أن يطير البدن بطائرة أو سيارة أو عبارة. القلوب والأرواح تهفو إلى هذا البيت وتطير وتسرع إلى هذا المكان، كما قال الشاعر: يا سائرين إلى البيت العتيق، لقد سرتم جسوما وسرنا نحن أرواحا، إنا أقمنا على عذر ومن أقام على عذر كمن راح. كمن راح. فضيلة الشيخ، هناك من يفتقر لمعنى الافتقار والانكسار، حدثنا. الإنسان مننا أحيانا يحتمي بماله أو بجاهه أو بسلطانه أو بقوته أو بقبيلته أو بعشيرته، ولكن في هذا الموطن ترى الناس جميعا سواء، لا يتميزون، الثياب ما أشبهها بالأكفان، لا يعرف الغني من الفقير ولا الشريف من الوضيع، الكل أمام الله سواسية، لأن الأصل هو هذا، كلنا بني آدم وآدم من تراب، لا فضل لعربي على أعجمي إلا بالتقوى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، ما قال أغناكم ولا أقواكم. صحيح. هذا مقام الذل والافتقار بين يدي الله جل وعلا. وانظر إلى أعظم الخلق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، كم كان مفتقرا لربه ويبكي متذللا بين يديه، رغم أنه الذي غفر له من ذنبه ما تقدم وما تأخر. تقول عائشة كما في صحيح مسلم: ليلة من الليالي تفقدته فلم تجده في فراشه، فظنت من باب الغيرة أنه ذهب إلى بعض أزواجه، قالت: فقمت أتلمس أين هو، قالت: وجدته في المسجد في ظلمة الليل ساجدا ناصبا قدميه يقول: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. في هذا المقام
تسكب العبرات وتسكب الدموع بين يدي الله رجاء المغفرة. الإنسان يظهر تبريه من حوله وقوته، وهذا على فكرة معنى قول لا حول ولا قوة إلا بالله، أي لا حول عن معصية الله إلا بعصمة الله، ولا قوة على طاعة الله إلا بتوفيق الله. ونحن دائما نردد هذا في الأذان كل يوم 5 مرات خلف المؤذن عندما يقول حي على الصلاة حي على الفلاح. هذا الافتقار هو لب الحج، ويتميز يوم عرفة بأنه يوم الافتقار. تعرف لماذا؟ لأنه إن لم يغفر لنا في هذا الموطن فمتى يغفر لنا؟ ويزداد بكاء الصالحين والسلف الصالح من ماضي الأمة قبل النفرة من عرفات إلى مزدلفة. قبيل غروب الشمس ترى الناس جميعا في حالة استنفار، الكل في دعاء كأنه يقول بلسان الحال: يا رب إن لم تغفر فمن يغفر، وإن لم تعفو فمن يعفو، وإن لم تتجاوز وتسامح فمن يسامح ومن يتجاوز. كأنهم يقولون بلسان الحال: يا رب قبل منصرفي من مقامي هذا أريد منك المغفرة والعتق من النار. وهذا قول أبي الدرداء رضي الله عنه عندما قال: أضحكني 3 وأبكاني 3، أضحكني مؤمل دنيا والموت يطلبه، وغافل وليس بمغفول عنه، وضاحك ملء فيه ولا يدري أرضي الله عنه أم سخط، وأبكاني فراق الأحبة محمدا وصحبه، وهول المطلع عند الموت وأهوال القيامة، وأبكاني الوقوف بين يدي الله أنتظر إلى أين منصرفي، إلى الجنة أم إلى النار. الشيخ خالد عبد العليم، يعني لو نرجع لحديث الرسول عليه الصلاة والسلام الحج عرفة، نجد يعني هذا الأسلوب فيه يعني قصر وحصر وتخصيص للدلالة على أهمية هذا الركن. نعم. لعلنا نسلط الضوء على أحسن. هذا من بلاغة النبي صلى الله عليه وسلم. تعرف أن كلامه ليس ككلام أي أحد، هو قال: لقد أوتيت جوامع الكلم واختصر لي الكلام اختصارا، كقوله أيضا: الدين النصيحة. نعم. كأنه جمع الدين في كلمتين. هنا الرسول صلى الله عليه وسلم جمع الحج كله في هاتين الكلمتين: الحج عرفة. هذا يدل على أن أعظم ركن يخص من أعمال الحج هو ركن الوقوف بعرفة. نعم. هناك أعمال كثيرة وأركان مثل الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة، هذه كلها أركان للحج، لكنه خص يوم عرفة. وحتى من فاته عرفة فاته الحج. نعم. يعني ممكن من فاته الطواف لعذر أو السعي هناك جبر لهذا، لكن من فاته الوقوف بعرفة فاته الحج. الحج عرفة، أي من لم يحظى بالوقوف في عرفة ففاته الحج. الحج وعرفة هو ركن الحج الأعظم. لهذا هذا اليوم يوم عرفة، يوم عيد في الأرض وفي السماء. على فكرة ليس فقط للحجاج، ولكن أيضا لغيرهم من أمة التوحيد أمة الإسلام، لأنه في هذا اليوم من صامه غفر له سنة قبله وسنة بعده، فالأمة مشمولة بالمغفرة. وهذا من رحمة الله أنه لم يحرم أحدا، سواء من حج إن شاء الله يرجع طاهرا نقيا كيوم ولدته أمه، أما غير الحاج فإن شاء الله بصيامه يغفر. وهذا المرجو. دكتور، جاني سؤال عن بعض الأحكام. حكم من وقف بعرفة بعد الزوال وخرج منها قبل الغروب. نعم، من وقف في عرفة، عرفة كان النبي عليه الصلاة والسلام يبدأ الوقوف بعد نفرته من منى، كان يمشي من منى بعد صلاة الفجر. نعم. ويصل إلى عرفة، فمن وصل إلى عرفة قبل الزوال. نعم. واستمر بها إلى أي وقت فإن شاء الله تعالى قد أدرك عرفة. والوقوف بعرفة يمتد إلى فجر، إلى قبيل فجر اليوم الثاني. نعم. يعني لو أنه وقف في عرفة مثلا بعد المغرب، ظل بشدة الزحام فبقي في عرفة بعد المغرب بعد العشاء، أو أنه تأخر لظرف طارئ فوصل متأخرا، المهم إن أدرك عرفة في هذا الوقت فإن شاء الله تعالى أدرك الحج. نعم. وما بعد ذلك؟ السؤال أيضا هنا أنا أجتهد أني أقرأ السؤال. بعد ذلك هو يحدد متى إذا قال بعد ذلك، أي بعد الزوال أم بعد فجر اليوم الثاني. إذا قل له على الحالتين، إذا كان قد أدرك عرفة قبل الزوال واستمر بها إلى الظهر أو إلى العصر أدرك إن شاء الله عرفة، لكن لو أنه خرج أو لم يصل عرفة، لم يصل عرفة بعد فجر اليوم الثاني فإنه فاته الحج. بعد فجر اليوم الثاني. نعم، يعني يمتد الوقوف إلى الفجر. نعم. نعم. جميل. حكم من لم يرمي جمرة العقبة يوم النحر وقد حلق وطاف طواف الإفاضة، وهل يرمي بالعشاء بالعشي أو بالليل؟
أو يترك الرمي إلى الغد وماذا يجب عليه؟ لا، يرمي في نفس اليوم من الليل إذا فاته من شدة الزحام، لأن هناك أربع أعمال في يوم العيد هو يوم النحر. هذه الأربع أعمال هي الرمي والذبح والحلق والتقصير، الحلق أو التقصير والذبح. فإذا فاته أي عمل من هذه الأعمال فلا حرج، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم سئل في هذا اليوم، جاء رجل فقال: يا رسول الله، حلقت قبل أن أرمي، قال: افعل ولا حرج. قال: يا رسول الله، ذبحت قبل أن أحلق، قال: افعل ولا حرج. المهم أنه إذا أتى بهذه الأعمال الأربعة في يوم العيد يوم النحر فإن شاء الله تعالى أصاب السنة. فإن فاته لعذر كالزحام أو تأخير لا حرج أن يرمي من الليل، إن أجله لليوم الثاني فيرمي مع العقبات الثلاث. ممتاز. في أسئلة تتكرر يا شيخ، في هذا السؤال قرأته أكثر من مرة بطريقة تويتر: هل الأفضلية الإكثار من قراءة القرآن أو التكبير في هذه الأيام؟ نلاحظ أن الأخوان دائما يعني يقارنون بين قراءة القرآن والتكبير. نعم، والحديث في صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم عشية عرفة، فمنا المهلل ومنا المكبر. فأفضل شيء في يوم عرفة هو التهليل والتكبير، وخاصة الإكثار من قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، كما قال عليه الصلاة والسلام: خير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ولكن لو قرأ القرآن لا حرج أن يمزج بين العبادتين ليصيب الخير. جميل. لكن هذا الدعاء المأثور هل هو خاص بالحجيج فقط؟ نعم، هذا الدعاء هو خاص بوقت عرفة. جميل. ولكن قاله النبي صلى الله عليه وسلم أيضا على عرف على 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 الصفا وعلى المروة، كرره عليه الصلاة والسلام. فعندما صعد على الصفا قال: أبدأ بما بدأ الله تعالى به، فذكر هذا الدعاء. وعندما ذهب إلى المروة كذلك عليه الصلاة والسلام. إذن هذا الدعاء وغيره، افرض الإنسان قال هذا الدعاء وأراد أن ينوع، قال عليه الصلاة والسلام: دعاء يوم عرفة مستجاب. فالدعاء مطلق وله أن يدعو بما شاء، حتى إن تحرر من الأشياء المكتوبة كالكتيبات والأوراق وخرج ما في قلبه. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. نعم، هنا أيضا العنود الشمري تقول: لعل الشيخ يسلط الضوء على أفضل الأدعية المأثورة في يوم عرفة. ذكرنا وجاوب عليك الشيخ أفضل الأعمال المستحبة لغير الحاج في يوم عرفة. أفضل الأعمال المستحبة لغير الحاج في يوم عرفة الكف عن الذنوب والمعاصي. هذا أهم شيء عندنا، وهذا أهم شيء نركز عليه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: هذا يوم من ملك فيه سمعه وبصره ولسانه غفر له. لأن يوم عرفة يوم المغفرة، والذي يريد المغفرة لا يتقدم إلى الله بمعصية ولا يقع في محظور. أول شيء الكف عن المعاصي. الأمر الثاني المحافظة على الصلوات الخمس في جماعة وفي المسجد. الأمر الثالث الإكثار من قراءة القرآن. والأمر الرابع أن يكثر من التهليل والتكبير، خاصة الاستغفار، لأن هذا اليوم يوم المغفرة. وإذا دنا الغروب، هذا لغير الحاج، وطبعا يسن الصيام يوم عرفة، فقبل الغروب قبل أن يفطر يكثر من الاستغفار. وصيغ الاستغفار كثيرة، أذكر منها الآتي: الصيغة التي علمها النبي عليه الصلاة والسلام لأبي بكر الصديق رضي الله عنه عندما قال: يا رسول الله، علمني دعاء أدعو به في صلاتي. قال: قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. وأيضا دعاء سيد الاستغفار علمه النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه أن يقول: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. هب أن إنسانا لا يحفظ مثل هذه الأدوية الطويلة، يقول: أستغفر الله أستغفر الله. طب لو كان قوي الذاكرة نقول له زد عليها: أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. المهم أن الإنسان يظهر إلى الله المعذرة، لأن الاستغفار ليس كلاما ولا شقشقة باللسان. صحيح. إنما الاستغفار هو اعتذار، هو ندم، هو توبة، هو أوبة، هو رجوع إلى الله جل وعلا. نعم. أيضا طلب لتعليقك الكريم:
من احد الاخوان لم يذكر اسمه يقول دائما العبد يجب ان يكون في معيه ربه دائما، ولن يكون في هذه المعيه الا اذا طبق ونفذ اوامر الله عز وجل سواء رزق الفهم او لم يرزق. نعم. فان وجدت العله فهذا شيء جميل. تعليقك يا شيخ. نعم صحيح، معيه الله تبارك وتعالى مع اهل الصفات الطيبه. واذا تتبعنا ايات القران الكريم نرى ذكر المعيه مع صاحب الصفه المحموده، ان الله مع الصابرين، ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. فمعية الله بالحفظ والعناية والرعاية إنما هي مع التقي، مع الصابر، مع الصالح، مع الطائع. فإذا أطعت ربك فأنت في معية ربك بيقين. وأعظم طاعة أن تتقرب إلى الله بما يرضيه، لأن لله أوامر ولله نواهي. من قام على الأمر واجتنب النهي فهو أعبد الناس لله تبارك وتعالى. نعم. أيضا سؤال عن كيف نحقق العلاقة الروحانية ونحن في الحج. أحسنت. الحج يعلمنا صغر الدنيا في قلوبنا. الله يريد أن تصغر الحياة والدنيا في عيوننا وفي قلوبنا. صحيح. النفس تبكي على الدنيا وقد علمت أن السعادة فيها ترك ما فيها. لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت يبنيها. السعادة ما فيها ترك ما فيها. الله أكبر. والله هذا يعني هذا الكلام وهذه الأبيات الشعرية حقيقة يعني تسقى يعني أقول لك بماء الذهب وتكتب بماء الذهب. لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت يبنيها، فإن بناها بخير طاب مسكنه، وإن بناها بشر خاب بانيها. أنت الذي تبني لنفسك بعد الموت مسكنك بماذا؟ بعملك، بكدك، بعرقك، بدموعك. فالمؤمن في هذه الحياة أمامه الميدان واسع، وخاصة إذا أصلح في كل عمره رزق حسن الخاتمة. قال عليه الصلاة والسلام لما سئل مرة يعني أحب الناس إلى الله تبارك وتعالى، فقال إذا أحب الله عبدا رزقه حسن الخاتمة. إذا أحب الله عبدا رزقه حسن الخاتمة. إذا أحب الله عبدا استعمله. قالوا كيف يستعمله يا رسول الله؟ قال يوفقه إلى عمل صالح قبل الموت ثم يتوفاه عليه. العبد يعيش ويموت. صحيح. يموت على ما عاش عليه ويبعث على ما مات عليه. فكيف سنموت؟ من الآن نحدد الغاية. فيكون الحج إن شاء الله تعالى فرصة لتغيير المسار وتغيير الطريق. ليس معنى الحج أن يظن الإنسان أنه رجع طاهرا ليستأنف الحياة من جديد ثم يعود ليلوث هذه الصحيفة وينجسها بالمعاصي، ثم يقول والله الحج مغسلة للذنوب والخطايا، أفعل ما أريد ثم أذهب إلى الحج فأرجع كيوم ولدتني أمي. نقول لا، إنما يتقبل الله من المتقين. إن وقعت في ذنب بجهل وغفلة وضعف لا حرج، فكلنا ضعاف وكل بني آدم خطاء. نعم. وخير الخطائين التوابون. أما أن تقع مع سبق الإصرار والترصد فلا. الإنسان على فكرة مستور في ستر الله، ولا يكشف الله ستره عن العبد إلا إذا تجرأ على كبرياء الله تبارك. نعم. وتعالى، كما أحد الشباب يعني وقع في ذنب وسرق، فأراد عمر أن يقيم عليه الحد، فجاءت أمه تستشفع، قالت يا أمير المؤمنين لعلها أول مرة. قال يا أمة الله ليست بأول مرة، لقد سرق قبل هذا كثيرا. ثم سأل الولد أهذه أول مرة تقع فيها؟ قال لا يا أمير المؤمنين، بل فعلت قبل هذا كثيرا. قالت الأم كيف علمت يا أمير المؤمنين؟ قال لها يا أمة الله ما كان الله ليفضحه من أول مرة. الله أكبر. ما كان الله ليفضحه من أول مرة. نعم. أنا حقيقة أشكرك شيخ والدكتور خالد عبد العليم لحضورك في الاستوديو. يعطيك ألف عافية وكل عام وأنت بخير. تفضل الله منك. حياك إن شاء الله. حياكم الله. نعم. بارك الله فيك. إذن مشاهدينا ومستمعينا على MBC FM وبانوراما FM، ووجه خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز وللسنة الرابعة على التوالي صدقت وصدقت فراسة عمر رضي الله عنه. فبعد 81 يوما من هذه الحجة انتقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى. الله. بل أحد اليهود قال لعمر يا أمير المؤمنين إن عندكم لآية، لو نزلت علينا معشر يهود لاتخذنا هذا اليوم عيدا. قال وما هي؟ قال قوله اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال والذي نفسي بيدي إني لأعلم متى نزلت. الله. نزلت عشية عرفة يوم جمعة، وكلاهما بحمد الله لنا عيد. أنا أشكرك حقيقة دكتور خالد عبد العليم لحضورك في الاستوديو على هذه المعلومات الأكثر من رائعة. شكرا. بارك الله فيك. أكرمك الله. حياكم الله مشاهدينا ومشاهدينا.
محرم، فهل يجوز لي ذلك؟ وهل يختلف الأمر لو كان الحج نافلة لا فريضة؟ أحسنت. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بالنسبة للمرأة لا يجوز لها السفر إلا مع ذي محرم، وهذا أمر ورد به النص عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا يحل لامرأة أن تسافر ثلاث ليال ولياليهن إلا مع ذي محرم. نعم. لذلك المرأة في الحج خاصة حج الفريضة هي غير ملزمة، لأنها غير مستطيعة إذا فقدت المحرم. نعم. عند جمهور العلماء لا يلزمها الحج إلا إذا وجدت المحرم، لكن عند بعض المذاهب الفقهية أجازوا للمرأة أن تخرج للحج في صحبة من نسوة ثقات. نعم. وهذا رأي مرجوح، لأن الرأي الراجح هو رأي الجمهور. أما في حج النافلة فلا، وأي سفر حتى لو كان سفر طاعة فلا يجوز للمرأة أن تسافر إلا مع ذي محرم. نعم. هناك سؤال أيضا يتكرر، هل يجوز توكيل شخص ما عن الحج لشخص لم يسبق له أن حج؟ نعم، هذه مسألة جاء فيها نص. جاء رجل وهو يلبي فيقول لبيك اللهم عن شبرمة، فسأله النبي عليه الصلاة والسلام من شبرمة هذا؟ قال أخي أو أبي. فقال له عليه الصلاة والسلام هل حججت عن نفسك؟ قال لا. قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. فلا يجوز توكيل أحد في الحج بالنيابة عن أحد إلا إذا كان هذا الموكل قد حج عن نفسه أولا. نعم. أما إذا لم يكن قد حج عن نفسه فلا يجوز له أن ينوب عن غيره في الحج. نعم. هذا خبر عن الأخوان هيئة الأمر المعروف ونهي عن المنكر، بحيث رصدوا في جولات ميدانية مكثفة على المواقع التي تشهد إقبالا من الحجاج هذه الأيام بعض التجاوزات والطقوس الغريبة، وصلت للطواف بالشاخص الأبيض على قمة جبل الرحمة في عرفات، ودفن صور الموتى والأقارب بين حجارته في معتقدات خاطئة، محاولين منع الحجاج من هذه الممارسات الشاذة. طبعا أبلغوا نحو طبعا 10,000 تقريبا، 10,000 حاج كانوا يتمسكون ويتبركون بحجارة جبل الرحمة. يعني مثل هذه الأمور ليست من الدين في شيء. هذه مناسبة طيبة أن كثير من المواقع في الإنترنت تعطي معلومات مغلوطة وقصص كاذبة ليس لها أصل وأحاديث موضوعة، فينبغي التوثق والتثبت بسؤال العلماء الثقات وليس بأخذ المعلومة مباشرة من الإنترنت. نعم. عملا بقول الله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، والصحابة كانوا يذهبون فيسألون. مثل هذه الطقوس غير شرعية ومبتدعة وغير صحيحة. أولا جبل الرحمة لا يتطلب من الحاج أن يصعد إلى الجبل أو أن يصل إلى هذا الشاخص الأبيض، كل عرفة موقف كما قال عليه الصلاة والسلام. نعم. أما الطواف بهذا الشاخص أو وضع أحجار والطواف حولها أو التمسح بها أو دفن صور للموتى، هذه كلها من البدع المنكرة التي ما أنزل الله بها من سلطان، وعلى من يفعل هذا أن يتوب إلى الله عز وجل. لكن أنا أنصح الحجاج الذين رأوا مثل هذا ماذا يفعلون؟ علمنا عليه الصلاة والسلام من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. إذا ما استطعت أن تغير هذا، مثل أن تكون مثلا أنت رئيس الحملة أو أنت كبير العائلة، هم يستجيبون ويستمعون لك. إن لم تستطع باليد لا تحدث فتنة، انصح باللسان، فإن لم يقبلوا هذه النصيحة أنكر بقلبك، ولكن أبلغ من يستطيع أن يبين لهم وأن يشرح لهم، لعلهم قاموا بهذه البدع بناء على جهل أو معتقدات خاطئة. ولا يزول الجهل إلا بالعلم، ومن أين يأتي العلم؟ العلم نأخذه من العلماء. نعم. في بعض الأسئلة سبب تسمية هذا المكان بعرفة. نعم، هناك أقوال كثيرة، منها أن جبريل عليه السلام جاء لإبراهيم عليه السلام يعلمه المناسك، فكان كلما علمه منسك قال له عرفت؟ فقال نعم عرفت، فسمي عرفة. وهناك أقوال ضعيفة تقول أن آدم عليه السلام عندما نزل في موضع، وأن حواء نزلت في موضع ثم تعرفا والتقيا في عرفات، لذلك سمي عرفة من هذا التعارف. هذه أقوال كثيرة، ولكن أصحها هو القول الأول. نعم. أن جبريل علم إبراهيم عليه السلام المناسك، قال عرفت، قال عرفت. نعم. أيضا لهذا المكان محدد بحدود شرعية، حبذا لو يعني سلط الضوء عليها. هذه الحدود هي التي حددها النبي عليه الصلاة والسلام، ولا ينبغي مجاوزتها، لأن مجاوزة هذه الحدود تعني أن الذي وقف بغير عرفة،
وأنا لو قلت الآن هذه الحدود موجودة في الكتب ربما لا يعلمها كثير من الحجاج، لكن جزى الله القائمين على الأمر خيرا، فقد حددوا هذه الأماكن ووضعوا عليها يافطات واضحة، هنا مكان عرفة أو هذه حدود عرفة، فما على الحاج إلا أن يذهب إلى هناك، فإذا وجد هذه اليافطة بهذه الحدود فليس عليه أن يتخطاها وإلا لم يصح وقوفه بعرفة. نعم، إذن الشيخ خالد عبد العليم ابقى معنا ونحن ننتقل إلى فاصل أعتقد. نعم فاصل. إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك. أهلا بكم مشاهدينا ومستمعينا على MBC FM وبانوراما FM، نذكركم بضيفنا الكريم فضيلة الشيخ الدكتور خالد عبد العليم. الشيخ خالد، حقيقة في مجموعة من الأسئلة أيضا أتتنا عن الأحكام، حكم حج الصبي الذي لم يبلغ. حج الصبي الذي لم يبلغ يصح، والأجر له ولوالديه إن شاء الله، لأن امرأة جاءت للنبي عليه الصلاة والسلام في الحج فرفعت صبيا لها وقالت يا رسول الله ألهذا حج؟ قال نعم ولك أجر، ولكنه لا يسقط عنه حج الفريضة، لأن حج الفريضة يبلغه أو يلزمه عند البلوغ إذا بلغ، أما هذا الحج فله أجره ولوالديه إن شاء الله. جميل، ما هي الأشياء المحرمة على المحرم بحج أو عمرة؟ نعم، الذي يحرم عليه بعض المحظورات التي ذكرها العلماء، ومنها ألا يأخذ شيئا من شعره ولا من ظفره، وأن يجتنب كل لبس مخيط، لا يلبس شيئا مخيطا، ولا يضع شيئا على رأسه، وهذا نحذر منه دائما، بعض الناس عندما ينام يغطي رأسه وهذا غير صحيح، على المحرم ألا يغطي رأسه ولا يلتف بشيء على رأسه، لابد أن الرأس تكون عارية، لكن لا حرج أن يستعمل هذه المظلة اتقاء الشمس والحر أو اتقاء البرد والمطر إذا نزل مطر في هذا الوقت. والله يا شيخ خالد حقيقة في واحد هنا يعني سحب السؤال من لساني، وأعتقد أن السؤال جيد جدا. ماذا تقول في من يتاجر باستغلال الحج من أصحاب الحملات برفع الأسعار حيث أنه وصلت بعض الحملات إلى 60,000 ريال وأكثر؟ نعم، نقول لهم اتقوا الله، فبعض الحجاج فقراء يجمعون الدرهم على الدرهم حتى يتمكنوا من أداء الفريضة والمجيء إلى هذه الديار المقدسة الطيبة، فالذي يتاجر بهذه الفريضة إنما والله أكل مالا حراما، لو أنه غال في هذا الأمر أو أرهق الحجاج بما يجعلهم يستدينون حتى يتمكنوا من أداء هذه الفريضة. الأصل أن تكون عونا لأخيك عملا بقول الله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، أما أن تمص دماء الناس وهم في أشد الحاجة إلى النفقة هذا لا أراه صوابا وليس من الكسب الحلال، له أن يربح لا حرج ولكن في حدود المقبول والمعقول، وعليه أن ييسر على الحجاج، إذا كنا الآن ننادي ونناشد أن تعين الحجاج وتسهل لهم وتيسر عليهم أداء المناسك، هل يجوز مع هذه الدعوات أن يرهق الحاج بمزيد من المال والنفقة؟ ونحن نعلم أن عامة الحجاج إنما هم فقراء وبسطاء وجاءوا من بلاد فقيرة. نعم، مدام فتحنا طار الدراهم والفلوس يا شيخ، يقول لك هذا هل يحوج أن هل يجوز عفوا أن أحج؟ مش واضح سؤاله للأسف، لكن هو يقصد إذا كان عليه ديون ولا يستطيع السداد بسرعة. نعم، بل يتطلب الأمر سداد لفترة طويلة تصل إلى سنوات. نعم، أعتقد يمكن يقصد مثلا إذا أخذ سيارة لأربع سنوات أو خمس سنوات. نعم، هل هذا يعني يدخل في لبس؟ السؤال واضح. الدين بالنسبة للحاج له حالتان، الحالة الأولى لو كان هذا الدين حالا وليس عنده إلا نفقة الدين فلا يجوز له أن يخرج في الحج، وإنما عليه سداد الدين. لو كان الدين مؤجلا يعني لم يأتي وقته بعد وعنده نفقة تكفي للحج وعنده كذلك من المال المرصود ما لو بيع سد به هذا الدين فلا حرج أن يذهب إلى الحج وعليه دين، لأن بعض الديون على الناس كما تفضلت تكون على التراخي لمدة سنة أو اثنين أو ثلاثة، هذا لا حرج طالما أن الدين لم يأتي وقته وعنده ما يسد هذا الدين من متاع ومن أرض وعقار وغيره. نعم، هذا الأخ بندر الشثري يقول سؤالي عن الحج ويكون مقر سكني حي العزيزية بمكة، أنتقل للمشاعر وأعود لمقر سكني للمبيت، مدى شرعيته وهل الأجر فيه منقص عن غيره؟ طبعا أنا سألته أن يوضح سؤاله وش يقصد بالمشاعر تحديدا. نعم، فقال لي منى وعرفات ومزدلفة. نعم،
بالنسبة للسؤال كما تفضلت، احنا كنا التباس عندنا في المشاعر، اذا كان اراد الذهاب الى مكة او العزيزية فعزيزية من مكة فهو لازال في مكة، اما اذا كان في منى وهذا المقصود السؤال عامة الناس فلا حرج أن يقضي عامة الليل في منى ثم يذهب في الصباح بعد ذلك ويبيت في العزيزية، لا حرج من ذلك. لكن لابد أن يقضي جزءا من الليل في منى، يعني لا يخرج من منى إلا بعد منتصف الليل بفترة حتى يحقق معنى المبيت بمنى. نعم. قرأت في، يقول أنا مش واضح الاسم، أتمنى أن أقول الأسماء، مش اسمه تومي عموما، على كل حال يقول قرأت أن أحد الحجاج صلى في غار حراء رجاء في شفاء ابنه، هل يعتبر هذا من التبرك أو لا؟ هذه من المعتقدات التي يعتقدها كثير من الناس وهي غير صحيحة، ولم يأتي عن أحد، لا من الصحابة رضي الله عنهم ولا من بعدهم من سلفنا الصالح في القرون الفاضلة، أنهم كانوا يعتدون أو يحتفون بهذا المزار ويذهبون إلى هذا المكان، رغم أنهم أتقى لله منا وأعلم منا وأورع منا وأفضل منا. إذا أراد أن يدعو الله، أفضل مكان وهو الآن في مكة هو الحرم، يدعو الله تبارك وتعالى عند بيته، هناك يسكب الدموع ويتضرع إلى الله ويسأل الله أن يشفي ولده. ولو سأل الله في أي مكان، في قاع بحر أو على قمة جبل، فإن الله يسمع الدعاء. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. أما أن يخص هذا المكان فلا، لسبب أن العلماء قالوا لا ينبغي أن يخص مكان أو زمان بشرف إلا بنص. نعم. هذا أمر توقيفي، طالما لم يأتي نص على شرف هذا المكان أو هذا الزمان فلا ينبغي بأنفسنا أن نخصص مكانا وزمانا ونخصه بدعاء أو بطاعة. نعم. يبدو عند الأخوان في تقرير جاهز، شوف مخرجنا العزيز محمد، ممكن نأخذ سؤال مع الضيف إذا كان في وقت، ونأخذ السؤال. هذا الأخت شيهانة تقول بعد السلام والتحية، أختي عليها قضاء وصامت اليوم عرفة، وهل يعتبر لها صيام عرفة ولا قضاء؟ نعم. الأصل هو أن تفرض القضاء وأن تجعله يعني مخالفا عن السنة، يعني لا يجتمع في نافلة واحدة، لكن لو أنها صلت عرفات بنية القضاء فإن شاء الله نرجو أن يعطى لها أجر صيام عرفة. أما الأصل فإن القضاء على التراخي، ممكن أن تقضي هذا اليوم طيلة السنة طالما لم يأتي رمضان القابل، وتجعل هذا اليوم مخصصا بنية النافلة. نعم. لأن بعض العلماء قالوا لا ينبغي أن يجمع بين نية النفل ونية الفرض، لكن إن فعلت فنرجو الله القبول إن شاء الله. شيخ خالد، الأسئلة حقيقة ما راح توقف، خلينا نأخذ التقرير هذا ونرجع لك. إذن مشاهدينا، عيدة وعودة إلى فضيلة الشيخ الدكتور خالد عبد العليم. الشيخ خالد، تحت الهواء كنت تتكلم عن شيء اسمه الرقائق، ما المقصود بالرقائق؟ والله المقصود بالرقائق هو ما يرقق القلب ويذيب فيه القسوة، وما يجعل النفس تخشع لعظمة الله سبحانه وتعالى بالدعاء والمناجاة وطلب المغفرة والرحمة. لأن الإنسان في زحمة الحياة مع احتكاكه بالدنيا وهمومها وغمومها القلوب تقسو وتتحجر. ما أحوجنا والله في مثل هذه المواسم إلى أن نظهر لله فقرنا وحاجتنا، خاصة والأمة فيها جراح. كم في هذه الأمة الآن من جياع يحتاجون إلى من يطعمهم، ومن عراء يحتاجون إلى من يكسوهم، كم من بيوت تهدمت، كم من جراح في هذه الأمة نزفت، ونحن جميعا نحتاج إلى رقة القلب حتى يشعر بعضنا ببعض. النبي عليه الصلاة والسلام فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى قال: يا ابن آدم، الله يقول يوم القيامة، يا ابن آدم مرضت فلم تعدني. قال: يا رب كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلم تعده؟ أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده؟ يا ابن آدم استسقيتك فلم تسقيني. قال: يا رب كيف أسقيك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أن عبدي فلانا استسقاك فلم تسقيه؟ أما علمت أنك لو سقيته لوجدت ذلك عندي؟ يا ابن آدم استطعمتك فلم تطعمني. قال: يا رب كيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أن عبدي فلانا استطعمك فلم تطعمه؟ أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي؟ تعلم أن أفضل الحج وبر الحج هو إطعام الطعام. عندما سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن الحج قال: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. قالوا: يا رسول الله وما بره؟ قال: إطعام الطعام وإفشاء السلام. كيف تطعم الطعام؟ كيف ترحم على غيرك؟ ونتذكر في هذا اليوم كيف
أن الإنسان في حاجة إلى الله، والله ليس في حاجة إلى أحد من خلقه. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. نحن نحتاج والله إلى ما يحرك في قلوبنا هذا، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر من السبعة الذين يظلهم الله في ظل يوم لا ظل إلا ظله، رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام جاء رجل من التابعين اسمه عطاء لعائشة رضي الله عنها، فقال لها مع مجموعة من التابعين: حدثينا عن أعجب ما رأيت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هم الآن يفتحون صفحة الماضي، فكأنها تذكرت هذا الماضي الجميل فبكت رضي الله عنها، وقالت: وأي أيامه لم يكن عجب، ليلة دخل في فراشي ثم قال لي: يا عائشة دعيني أتعبد لربي. قالت: إني لأحب قربك ولكن أوثر هواك. فقام عليه الصلاة والسلام فتوضأ، ثم قام قياما طويلا وبكى حتى بلل لحيته، ثم ركع ركوعا طويلا حتى بلل الأرض، ثم سجد سجودا طويلا حتى بلل ثيابه، ولم يزل قائما راكعا ساجدا باكيا ما انفتل من صلاته إلا عندما جاء بلال يؤذنه بصلاة الفجر ورآه هكذا. قال: ما لي أراك باكيا يا رسول الله؟ قال: يا بلال، نزلت علي الليل آيات ويل لمن قرأها ولم يتدبرها، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. لماذا نحن نذكر بهذه المعاني وهذه المشاعر؟ لابد أن نشترك مع الحجاج في طلب المغفرة والدعاء والابتهال إلى الله والانكسار والذل وطلب المغفرة والرحمة، حتى أننا في هذه المواسم لا ننسى إخوة لنا في مشارق الأرض ومغاربها قد نزلت بهم مصائب، أقل القليل الآن أن نشركهم في الدعاء، لأن الأمة كالجسد الواحد، إذا تداعى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. والله كنا أعزة عندما كنا أمة واحدة يشعر بعضنا ببعض، ولله در القائل: ملكنا هذه الدنيا قرونا وأخضعها جدود خالدون، وسطرنا صحائف من ضياء، فما نسي الزمان وما نسينا، وما فتئ الزمان يدور حتى مضى بالمجد قوم آخرون، وأصبح لا يرى في الركب قومي، وقد عاشوا أئمة سنين، وآلمني وآلم كل حر سؤال الدهر أين المسلمون. الله أكبر. الأمة بخير إن شاء الله، وهذا ما نرجوه، ونسأل الله من الحجاج ألا ينسوا كل الأمة في دعائهم، فإن دعاء يوم عرفة دعاء كريم أقرب إلى القبول، لأنه نال شرف الزمان وشرف المكان. نعم، نتحدث يا شيخ خالد عن يوم الميثاق. نعم، هذا يوم عظيم. تعرف أن الله عز وجل في عرفات كما نعم. أخبر عليه الصلاة والسلام، قال: إن الله تعالى أخذ الميثاق من ظهر آدم بنعمان، نعمان اللي هو عرفات. نعم. فأخرج من صلبه كل ذرية ذرأها فنثرهم بين يديه كالذر، ثم خاطبهم قبله وقال سبحانه وتعالى: وقال لهم: ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة: إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا: إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم، أفتهلكنا بما فعل المبطلون. انظر إلى الميثاق، تعرف أن كل جهود الأنبياء والدعاء منصبة حول تذكير الناس بهذا العهد القديم الذي أخذه عليهم وهم ذر في أصلاب آبائهم في مثل هذا الموطن في عرفات، عندما خاطب الله كل البشرية خطابا واحدا وأشهدهم على أنفسهم بالتوحيد بالربوبية، أنه الإله الواحد الرب الواحد المعبود بحق، كلهم أقروا، ولكن الأعمال والأفعال منهم من تذكر هذا العهد القديم فاستقام على التوحيد على فطرة الله التي فطر الناس عليها، ولكن منهم من تنكب الطريق فباع حياته لشيطانه وهواه. يوم الميثاق يذكرنا أن الإنسان لا ييأس من المغفرة ولا من رحمة الله، كما ذكر عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال: يا رسول الله، الرجل يذنب، قال: يكتب عليه، قال: ثم يتوب، قال: يتاب عليه ويغفر له، قال: يا رسول الله، ثم يعود فيذنب، قال: يكتب عليه، قال: ثم يتوب، قال: يتاب عليه ويغفر له، ثلاث مرات. هذا الرجل تعجب، قال: يا رسول الله، إلى متى؟ قال: إن الله لا يمل حتى تملوا، الله لا يمل من المغفرة حتى نمل نحن من التوبة. كلما أقبلنا الله ليس له باب ولا بواب،
ولكن الله تعالى قريب مجيب، يسمع الدعاء، يحقق الرجاء، ولا تخفى عليه خافية والسر أمامه علانية. ذكر ابن الجوزي رحمه الله في كتابه تذكرة الملوك قصة حدثت قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، عن أحد الملوك كان أمام قصره كوخ لامرأة عجوز. هذه المرأة ذهبت إلى سوقها تشتري بعض الأغراض، فالملك عندما نظر من الشرفة نظر إلى هذا الكوخ الصغير فأمر بإزالته. المرأة فقيرة مسكينة لا تملك غير بيتها، فلما رجعت ما وجدت بيتها، فماذا فعلت؟ توجهت إلى الله، قالت: يا رب، اللهم إني كنت غائبة فأين أنت أنت؟ اللهم إني كنت غائبة فأين أنت؟ قال: فاهتز العرش ونزل جبريل فخسف القصر بمن فيه. الله سبحانه وتعالى يجيب دعوة المضطرين، والإنسان في يوم الميثاق يتذكر هذا العهد، كلما هم بمعصية يتذكر ويقول لنفسه: إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. الله سبحانه وتعالى يريد من عبده الرجوع من قريب. ما أحوجنا إلى الله وإلى أن نقف مع أنفسنا وقفة: الزمن يعمل فيك فاعمل فيه، وكلما خلوت بربك ازدادت حياتك جمالا وازداد وجهك جمالا ونورا، كما سئل الحسن رحمه الله: ما بال المتهجدين من أحسن ومن أجمل الناس وجوها بالنهار؟ شوف، المتهجد له جمال وله بصمة وله نور على وجهه. قال: لأنهم خلوا بالرحمن فألبسهم نورا من نوره. نسأل الله تعالى أن يكسو الأمة كلها في هذا اليوم، يوم الميثاق، هذا النور، ولكن بماذا؟ بطاعة الله، كما قال ابن عباس: إن للطاعة نورا في الوجه وانشراحا في الصدر وقوة في البدن وبركة في الرزق وحبا في قلوب الخلق. انظر إلى ثمار الطاعة الخمس، وعلى الوجه المقابل شؤم المعصية، وإن للمعصية سوادا في الوجه وظلمة في القلب وضعفا في البدن وقلة في الرزق وبغضا في قلوب الخلق. نسأل الله أن يزيننا بطاعته وأن يطيب أوقاتنا بذكره وحسن الإقبال عليه. اللهم آمين. الشيخ خالد عبد العليم، شكرا لك، يعطيك الحمد. حياكم الله أخي حمود، بارك الله فيك. ونعود مشاهدينا ومستمعينا إلى الشيخ الدكتور خالد عبد العليم ضيفنا في الاستديو. شيخ خالد، حياك الله أخي حمود، طول بعمرك. كيف ممكن يا شيخ خالد أن الواحد يعني يسترجع عبق التاريخ من خلال وجوده طبعا في جنبات مكة المكرمة؟ نعم. وتحديدا في عرفة. أظن ما من أحد يفد إلى مكة إلا ويرى أنه يمشي في شعاب وقفار كلها جبال وصحارى، ليس فيها أماكن خضراء ولا مثمرة. يتخيل الأقدام الأولى التي سعت إلى هذا المكان، عندما أمر الخليل إبراهيم عليه السلام أن يترك زوجه وولده في شعب من هذه الشعاب بلا أنيس. أنا أسألك، لو أن هاجر خرجت من قبرها اليوم ونظرت إلى مكة وهذه الملايين والجموع الحاشدة حتى أنك لا تكاد تجد مكان لقدم واحد، هل كانت تتخيل أن الناس جميعا سيأتون من بقاع الأرض تحملهم الأشواق والمحبة إلى هذا المكان؟ هل كانت تتخيل هذا؟ ولكن نتعلم أن هذا المكان مشت فيه أقدام الأنبياء وسبقنا إليه خيرة خلق الله، ونتذكر هذه الكلمة الحية التي لا تموت، التي خرجت من قلب مؤمنة متيقنة صابرة مضحية، عندما قالت هاجر لزوجها إبراهيم: الأمر قاسي أن تترك زوجك وولدك في بلد غريب حتى لو كان فيه أناس وطعام وشراب، لكن الزوجة تقول: تتركني وحدي وتسافر هكذا بلا أحد؟ لكن هذه تركت أين؟ تركت وليس هناك معلم في مكة بالمرة، لا شجرة مثمرة ولا عين ماء. ولكن ماذا قالت لزوجها؟ ما نظرت للأمر ولكن نظرت للآمر. الله أمرك بهذا؟ لو أنت أمرتني يا إبراهيم أنا أناقشك في الأمر، لكن الأمر أمر من؟ أمر الله. سمعنا وأطعنا. الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قالت: اذهب فلن يضيعنا الله. هل ضيعها الله؟ نحن نقول هذا درس لكل مؤمن ولكل مؤمنة، أنه لن يضيع أحد مع الله إذا تعلقت به حبا وإنابة ودعاء واستغاثة، فلن يضيعك ولن يتركك. إياك نعبد وإياك نستعين. هذه معاني التوحيد التي هي لب الحج، حتى التلبية في حد ذاتها تغرس فينا معنى التوحيد، لأن لبيك لها معنيين:
منها ألب بالمكان يعني أقام فيه، ومنها الإجابة. فكأنك تقول لبيك اللهم لبيك، أي يا رب إجابة لك بعد إجابة، أنا مقيم على طاعتك، لن أغادر هذا الصراط المستقيم حتى أصل فيه إلى جنة من الله ورضوان. نتذكر هذه الكلمات من هذه المؤمنة. شيء آخر يلفتنا، الذين يسعون بين الصفا والمروة، لماذا هذا العدد 7؟ هاجر، صحيح. هاجر كانت تسعى حركة عفوية، حركة اضطرارية، ما كانت بتحسب ولا بتعد، ولكن حركة اضطرارية، حركة عفوية. لكن الله جعل هذه الحركة الاضطرارية العفوية جعلها حركة تعبدية. فكم من قدم مشت على قدم هاجر بعد موتها، كم من الأنبياء والرسل حجوا إلى بيت الله الحرام، كم من المؤمنين الآن يحجون ويمشون على قدم هاجر. لكن الدرس درس التضحية، هذه قصة التضحية. ومن حكمة الله أن الإنسان أحيانا يسعى، ولكن ليس شرط أن يجد الفرج في مكان المسعى. هي سعت بين الصفا والمروة، لكن أين خرجت زمزم؟ زمزم ليست بين الصفا والمروة، لكن زمزم هناك قريبة من البيت الحرام، صحيح. يمكن للإنسان أن يسعى ويوقن أن الله لن يضيع سعيه ولن يضيع جهده. كم ممكن أن تصرخ وتولول أن ابنها يموت ويتلمض من شدة الجوع أو العطش، لكنها كان عندها الإصرار وعندها العزيمة، ولم تكتفي بشوط واحد، ولكنها ظلت تسعى. أنا الحمد لله ذهبنا للحج، ولعلكم أيضا ذهبتم من الحج وأديتم المناسك. أي إنسان مهما كان قوي حتى لو شاب وفتي، تجد بعد 7 أشواط يشعر بالتعب والإرهاق، كأنه لا يستطيع أن يكمل أكثر من هذا. فهي وهي امرأة ضعيفة سعت، ولكن الله أجاب مسعاها. نعم شيخ خالد، هذا فاصل قصير ونعود إن شاء الله. إن شاء الله. يا نور على نور، اجعل في قلبي نور، اجعل في سمعي نور. لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك. أهلا بكم مشاهدينا ومستمعينا، أذكركم بضيفنا الكريم الشيخ خالد عبد العليم. شيخ خالد، سؤالي، كيف يكون الحج بعد الفريضة؟ نعم، المقصود بعد الفريضة أن يرجع الحاج بخلق جديد وبفهم جديد، قد تخفف من الذنوب فأصبح والحمد لله طاهرا، كأنه جاء مغتسلا، كأنه جاء بثوب أبيض لا يريد أن يدنسه، جاء بصحيفة بيضاء قد طهرها الله تعالى بالمغفرة. يجب أن يرجع ويظهر عليه أثر الحج. أهم أثر من أثار الحج أن يرجع زاهدا في الدنيا مقبلا على الآخرة، لا تشغله هموم الحياة عن طاعة ربه، يجعل الهم الأول هم الآخرة، كما قال عليه الصلاة والسلام: من أصبح والدنيا أكبر همه جعل الله فقره بين عينيه، فرق عليه شمله، ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له. ومن أصبح والآخرة أكبر همه جعل الله غناه في قلبه وجمع عليه شمله وأتته الدنيا وهي راغمة. اجعل أيها الحاج أكبر همك كيف ترضي ربك، كيف تقبل عليه في كل يوم، كيف تكون في زيادة وإلا أنت في نقصان. هذا أول شيء، أن يرجع وقد فهم حقيقة الحياة ويزهد فيها حتى يقبل على الآخرة. الأمر الثاني أن يرجع بأخلاق الحجاج. كانوا في الماضي يرون الحجاج أولياء الله، فكانوا يستقبلون كأنهم أولياء. الذي رجع من الحج يحفظ لسانه ويحفظ بصره ويحفظ جوارحه. ولله ضر الإمام الشافعي رحمه الله عندما قال: إذا شئت أن تحيا سليما من الأذى وحظك موفور وعرضك صين، لسانك لا تذكر به عورة امرئ فكلك عورات وللناس ألسن، وعيناك إن أبدت يوما مساوئا فصنها وقل يا عين للناس أعين، وسامح من اعتدى وفارق ولكن بالتي هي أحسن، وعاشر بمعروف وسامح من اعتدى وفارق ولكن بالتي هي أحسن. هذه أخلاق الحجاج بعد العودة، كما قال عليه الصلاة والسلام: من حج ولم يرفث ولم يفسق
خرج أو رجعك يوم ولدته أمه. طيب هذا أخلاق الحجاج أثناء الحج، هل معنى هذا عندما ننزع ملابس الإحرام أن ننزع معها أخلاق الحج وأخلاق الحجاج؟ لا والله، بل يكون هو سبب طاعة لغيره بأخلاقه، وممكن أن يكون سبب صد عن سبيل الله بسوء أخلاقه. كيف؟ الناس يقولون ها الحجاج رجع من الحج، لكن كيف حاله؟ إذا كان يكذب رجع إلى الكذب، إذا كان يرتشي رجع إلى الرشوة، إذا كان مقصرا في الصلاة رجع إليها، إذا كان أخلاقه سيئة مع والديه أو مع زوجته أو مع أولاده رجع كما هو. فالناس يسألون بتعجب، ما فائدة الحج إذن؟ ما الذي تركه الحج فيه؟ نحن نريد أن نرى حاجنا رجع بخلق غير الخلق، بوجه غير الوجه. لذلك يقول الصالحون من علامة قبول الحسنة التوفيق إلى حسنة بعدها، ومن علامة قبول الطاعة التوفيق إلى طاعة بعدها. أر الناس من نفسك خيرا، فهذا من باب الدعوة إلى الحق، وإلا من عاد بعكس هذه الأخلاق كأنه يصد عن سبيل الله دون أن يدري. نعم، هنا سؤال في تويتر، ما هي أقل مدة للوقوف فيها بعرفة، ومتى يجوز الانصراف منها إلى مزدلفة؟ أرجو إيضاح أول الوقت وآخرة. أول الوقت معلوم، يعني بعد زوال الشمس. هذا هو الوقت الذي يجب أن يبدأ فيه الوقوف بعرفة. طبعا لو وصل قبل هذا، هذه السنة، سنة النبي عليه الصلاة والسلام. لكن ينتهي الوقوف بعرفة في فجر، قبل فجر اليوم الثاني، يعني بعد الغروب، المغرب، العشاء، إلى طول الليل، إلى الفجر. هذا كله وقت وقوف، لأن بعض الناس يأتي متأخرا، فإذا أدرك عرفة في هذا الوقت فإن شاء الله تعالى إلى فجر اليوم العاشر، إلى فجر اليوم العاشر اللي هو يوم العيد. عند الفجر ينتهي وقت الوقوف، يبقى فات عرفة. لكن قبل هذا إن وقف فهو قد أدرك الحج وأدرك الركن الأكبر في الحج، وهو الوقوف بعرفة. أما الوقوف بعد هذا فليس وقوفا. أو المقصد أيضا من السؤال الوقوف إلى متى، يعني هل ممكن الرجوع إلى منى؟ نعم، في أي وقت ما؟ أحسنت. الوقوف علمنا عليه الصلاة والسلام وإحياء سنتي مطلوبة، لأنه قال عليه الصلاة والسلام خذوا عني مناسككم، خذوا عني مناسككم. الثابت في السنة في حجة النبي عليه الصلاة والسلام أنه أفاض من عرفات بعد غروب الشمس، وصلى المغرب والعشاء في مزدلفة جمعا وقصرا جمع تأخير. لذلك على من يذهب إلى عرفة أن يتتبع سنن النبي صلى الله عليه وسلم، لأننا مأمورون بهذا، خذوا عني مناسككم. نعم، إذن الشيخ خالد عبد العليم ابقى معنا، نذهب الفاصل وإن شاء الله إن شاء الله إلى الفاصل. بارك الله فيك. اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك. بهذا لمن لم يتمكن من الحج، فقال عليه الصلاة والسلام لما سئل عن صيام يوم عرفة قال أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. فهنا اشتمال لكل الأمة بالمغفرة، هذا رجاؤنا في الله، والله تعالى لا يرد أحدا، لأن الله فضله واسع وعميم. وأنت تعلم أخي حمود، لو أن آمال البشر جميعا ورغبات الناس جميعا اجتمعت والله لا تساوي قطرة في بحر جود الله تعالى وكرم الله. أما قال الله عز وجل في الحديث القدسي يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألة ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. إبرة وضعناها في البحر خرجت بماذا؟ بقطرة. كل أمال البشر دنيوية وأخروية، من أراد في الآخرة الفردوس الأعلى، صحبة النبي عليه الصلاة والسلام، أن يمر على الصراط كالبرق الخاطف، أن يحاسب حسابا يسيرا، أو أراد في الدنيا مالا أو جاها أو ثروة أو ذرية صالحة أو زوجة صالحة أو بيتا يكنه، من أراد من خيري الدنيا والآخرة كل أمال البشر لو اجتمعت لا تساوي قطرة بالنسبة إلى بحر جود الله تعالى وعطائه وكرمه. الشيخ خالد عبد العليم، أنا استأذنك نذهب للرياض، أمي حجت السنة الماضية ولكن عند رمي الجمرة الكبرى الأولى من شدة الازدحام سقط الحجر من يدها ولم تتمكن من رميه. إذا حدث هذا فلا حرج عليها إن شاء الله تعالى، وحجها صحيح ولا يؤثر هذا في صحة الحج. نعم، طبعا أنا أحترم جميع أنواع الأسئلة، يعني أبسطها وعقدها. نعم. هذا السلام عليكم، ما حكم رمي الجمرات وأي واحد نبدأ بها؟
نعم. بالنسبة للجمرات طبعا حكمها أنها واجب من واجبات الحج، وعليه في يوم العيد الأكبر رمي الجمرة الكبرى أو العقبة الكبرى فقط، هذه يرميها بسبع حصيات. أما في اليوم الذي يليها فإنه يرمي العقبات الثلاث الصغرى والوسطى والكبرى، كل عقبة يرميها بسبع جمرات كما علمنا النبي عليه الصلاة والسلام. فإن كان متأخرا، يعني إذا كان سيمكث أكثر من يومين، فعليه أن يرمي 70 جمرة، مجموع الجمرات. أما إن كان متأخرا فسيرمي 49 جمرة. ما الفرق بين هذا السؤال، ما الفرق بالأضحية إن كانت تيس أو كبش، وما هي السنة؟ السنة النبي عليه الصلاة والسلام ضحى بكبشين أقرنين أملحين. بالنسبة لما يتعلق بالضأن، 6 أشهر فما فوق، يعني إذا كان الضأن الذي عنده بلغ 6 أشهر فما فوق هذا يجوز أن يضحي به. أما بالنسبة للغنم اللي هي الماعز فلا بد أن تكون بلغت سنة وقد دخلت في الثانية. امرأة أحرمت وهي في العادة الشهرية للمرأة، وبعد وصولها إلى مكة المكرمة اعتقدت أنها طهرت فاغتسلت ثم طافت وسعت وبعدها رأت قليلا من الدم، فما حكم طوافها؟ بالنسبة للمرأة، وهذا يتكرر السؤال كثيرا، المرأة الحائض يصح إحرامها، فإذا بلغت إلى الميقات فعليها أن تحرم كبقية الحجيج ثم تذهب إلى مكة وتقوم بكل أعمال الحج ما عدا الطواف بالبيت. فإذا كما قالت السائلة قد طهرت، والطهر يعلم بعلامتين، إما بنزول القصة البيضاء أو بالجفاف. فإذا طهرت المرأة ورأت علامة الطهر وكانت عادتها أيام معدودة واغتسلت، فلا عبرة بما يرى بعد ذلك من نقاط دم أو لون أصفر أو سائر أصفر، لحديث أم عطية رضي الله عنها قالت كنا لا نعد الكدرة بعد الطهر شيئا. هذا سؤال أيضا، أكثر الحجاج يذبحون الهدي خارج منى، أي في المشعر، فهل هذا صحيح؟ وفي هذه السنة جهات يعني حكومية أو معنية قررت شراء الهدي بالشيكات وهي تذبحها، فهل هذا جائز؟ بالنسبة للتوكيل جائز أن الحجاج يوكلون من يذبح عنهم، وهناك رقابة صارمة على كيفية الذبح ومكان الذبح. أيضا في الحلق بالحج، وضعت معجون الحلاق على رأسي وحلقت بالموس، فهل بها كفارة؟ إذا كان هذا المعجون له رائحة فقد ارتكب محظورا من محظورات الإحرام، فلا ينبغي أن يستعمل هذا المعجون، وإنما يحلق كبقية الحجاج، وله التقصير أيضا إذا ما أراد أن يحلق فعليه التقصير. أما استعمال شيء فيه رائحة فلا، لا صابون برائحة ولا معجون برائحة، هذا طبعا في القول الراجح من أقوال أهل العلم، لأن هذا يعتبر محظور من محظورات الإحرام. وإذا حدث يجبر بدم، يعني بالنسبة للذي ارتكب محظور من محظورات الإحرام عليه فدية، إما إطعام 6 مساكين أو صيام 3 أيام أو ذبح شاة. هل يجوز الرمي للغير قبل أن يرمي لنفسه؟ لا بد لمن يرمي عن غيره أن يكون قد بدأ بالرمي عن نفسه أولا، ولا يرمي عن غيره إلا لعذر، إذا كان هذا العذر مرض طارئ أو كبر سن أو لا يستطيع أن يأتي لأي ظرف ما. ولكن إذا رمى عن غيره يبدأ بنفسه ثم يرمي عن غيره. هذا نفس السؤال تقريبا، هو اللي وضع معجون الحلاقة لكن بصيغة أخرى، أعتقد يقصد مقصد آخر، إذا الحاج يخاف من خروج الدم إن حلق رأسه، فهل يجوز له أن يحلق أم عليه التقصير فقط؟ وإذا كان يعلم الخروج أو يعلم خروج الدم، هو مش موضح، يعلم من خروج الدم، فهل هناك طريقة للحصول على ثواب الحلق؟ خروج الدم بغير تعمد وبغير قصد لخروج الدم، يعني هو يحلق فنزل منه شعره، نزل منه الدم، أو كمن في وقت الإحرام فيسرح شعره أو يغتسل فنزل منه بعض شعرات، هذه كلها لا تؤثر في لا الإحرام ولا الحلق، ولكن ثواب الحلق أعظم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال اللهم اغفر للمحلقين، قال والمقصرين يا رسول الله، قال اللهم اغفر للمحلقين، دعا لهم 3 مرات، وفي في الثالثة أو الرابعة قال وللمقصرين. هل يرمي عن الصبي أو المريض والعاجز؟ أو يرمى عنهم؟ يرمى عن الصبي الصغير الذي يستطيع أن يرمي بنفسه، وكبير السن والعاجز والمريض الذي لا يستطيع أن يرمي، لكن قلنا الشرط أن يرمي عن نفسه أولا ثم يرمي عن غيره. لكن حكم ذبح هدي التمتع، الآن أتكلم عن الذبح، حكم السؤال واضح، أنا يقول لي حكم من ذبح هدي التمتع قبل يوم النحر،
قبل يوم النحر. قبل يوم النحر. قبل يوم النحر طبعا هذا الذبح المفروض أن يكون بعد في يوم النحر نفسه، لأن يوم النحر قلنا فيه أربع أعمال وهي الرمي والذبح والحلقة أو التقصير والطواف. فلا يجوز الذبح قبل هذا، يعني الذبح إنما يكون بعد الإفاضة من عرفات والمبيت بمزدلفة ثم الذهاب إلى منى. هذا سؤال أيضا في تويتر، إذا علم أو علم بعد أدائه للمناسك بأن طواف الأول لم يكن عن طهارة، فما حكمه؟ الطواف الأول، لم يكن عن طهارة، يصح الطواف عند بعض العلماء بغير طهارة. فإذا لم على طهارة فطوافه صحيح وإن كان ثوابه أقل. طيب هذه مجموعة من الأسئلة حقيقة، إحنا قدر الإمكان حاولنا انه نعطيك الاسئله هذه وما قصر جاوبتها عليها. بارك الله فيك. يعطيك العافيه الشيخ خالد عبد العليم. احسنكم الله. شكرا لك. ان شاء الله تقبل الله منكم ان شاء الله. مشاهدينا لبيك لا شريك لك لبيك، ان الحمد والنعمه لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. اهلا بكم مشاهدينا ومستمعينا، وعودة الان الى فضيلة الشيخ الدكتور خالد عبد العليم. شيخ خالد، في بعض الأسئلة عن الأحكام، ما حكم من أحرم بالحج قبل أشهره؟ من أحرم بالحج، من أحرم بالحج قبل أشهره، نعم يصح الإحرام طالما أنه في أشهر الحج. لكن إذا كان قبل أشهر الحج فهذا لا يصح الإحرام، كما أن الإحرام له ميقات زماني له أيضا ميقات مكاني. جميل. يعني لابد أن يعقد نية النسك عند المواقيت المكانية التي وقتها النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. حكم من تجاوز الميقات ولم يحرم. من تجاوز الميقات ولم يحرم له حلان، إما أن يرجع إلى ميقات الإحرام فيحرم منه ثم يرجع إلى مكة ولا دم عليه ولا شيء، أما إذا مضى في إحرامه أو إذا مضى في طريقه فلا حرج عليه أيضا، ولكن لابد أن يذبح دم ويقسمه على فقراء الحرم. نعم. وهل يكره للمرأة أن تكرر الحج؟ يكره للمرأة أن تكرر الحج؟ نعم. لا يكره للمرأة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب، طالما أنها ملتزمة بالضوابط الشرعية أنها لا تحج إلا مع ذي محرم. نعم. متى يلبي بالنسك من أراد السفر إلى مكة المكرمة بالطائرة؟ نعم، الذي يريد أن يلبي بالطائرة من الميقات، عند الميقات ينبهون في الطائرة أننا الآن فوق الميقات المكاني، ففي هذه الحالة عليه أن يعقد النسك ثم أن يرفع صوته بالتلبية، ولا يزال ملبيا حتى يصل إلى مكة المكرمة. نعم. إن شاء الله. أيضا حكم من وقف بعرفة بعد الزوال وخرج منها قبل الغروب. من خرج من عرفة وقف بعرفة بعد الزوال، أي وخرج منها. نعم. قبل الغروب. لا، قلنا أن الذي وقف بعد الزوال لا حرج، هو أصاب الوقوف بعرفة، لكن إذا نفر منها قبل الغروب هذا قد خالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أفاض من عرفات إلى مزدلفة بعد غروب الشمس. نعم. أيضا حكم من ترك حصاة لم يرميها، يعني فرمى ست فقط. نعم، الذي نسي حصاة له أن يعيد هذه الحصاة في اليوم التالي. نعم. فلا حرج أن يرمي في اليوم التالي هذه الحصاة. نعم. في أسئلة يعني تتكلم عن كيف نبني علاقة روحانية في الحج. نعم، والله هذا لب الحج. لأن الحج كله يحرك المشاعر إلى الشوق إلى الله تبارك وتعالى وإلى تبدل الهموم وأشواق القلوب. الشاعر يقول: يا ابن آدم ولدتك أمك باكيا والقوم حولك يضحكون سرورا، فاعمل ليوم يكون فيه إذا بكوا في يوم موتك ضاحكا مسرورا. هذه هي الغاية، كيف الإنسان يعيش وهو متعلق بالله تبارك وتعالى، وفي هذه المشاعر يرى أن الله يغفر الذنوب العظام ويتجاوز عن السيئات وينزل الرحمة ويعتق رقاب عباده من النار. كلنا أحوج إلى هذه المغفرة، خاصة أن في حياتنا ذنوب وخطايا، كلنا يتمنى من الله أن يسترها عليه. من رحمة الله بالمؤمن أنه في السيئة التي تاب منها يعطيه ثلاث جوائز وبشريات: الستر عليه في الدنيا، وأن يغفرها يوم القيامة، وأن يبدل السيئة حسنة، حتى صح في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: يدني الله المؤمن من كنفه يوم القيامة ويستره،
ثم يقول له: أتذكر ذنب كذا في يوم كذا وكذا؟ فيقول: بلى يا رب. لا يستطيع أن ينكر شيئا، فيقول: فإني قد غفرتها لك في الدنيا، وها أنا اليوم أسترها عليك. ثم يعطى صحيفة حسناته. وفي حديث آخر أن النبي عليه الصلاة والسلام كان جالسا بين أصحابه فضحك حتى بدت نواجذه، فقالوا: يا رسول الله، ما الذي أضحكك؟ ما الذي أضحكك؟ قال: إني لأعلم آخر رجل خروجا من النار وآخر رجل دخولا الجنة. رجل من أمتي يأتي ومعه صحيفة أعماله، فيقال: أخفو عنه كبار ذنوبه وأظهر صغارها. ثم إذا مر على أعماله فيقال له: عملت يوم كذا وكذا كذا وكذا، فيقول: بلى يا رب، وهو وجل من كبار ذنوبه. فالله تعالى يقول: اغفروا له ذنوبه مكان كل سيئة حسنة. فلما رأى أن الذنوب الصغار قد تبدلت إلى حسنات قال: يا رب، إن لي ذنوبا ها هنا كبارا لا أراها. قال: فضحك النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى كثرة المغفرة ورحمة الله، تذكر ذنوبه القديمة وفضائحه التي كسبها في الدنيا، وتمنى أن تذكر في الصحيفة، لأن هذا موسم المغفرة. هذه مواسم الله عز وجل يضاعف فيها الأجور، وعلى العاقل أن يتعرض لنفحات الله تبارك وتعالى. ألا إن لربكم في أيام دهركم لنفحات، ألا فتعرضوا لها. كما على الإنسان أن يغتنم هذه الصحبة الطيبة المباركة، من حوله يمينا ويسارا، لعل فيهم ولي من أولياء الله، صالح من الصالحين، الله سبحانه وتعالى يستجيب دعاءه ويغفر له. هذا جمع طيب لا يخلو من عباد الله الصالحين. وكان الشافعي رحمه الله يحب الصحبة الطيبة الصالحة، فكان يقول في شعره: أحب الصالحين ولست منهم، لعلي الأنال بهم شفاعة، وأكره من تجارته المعاصي ولو كنا سويا في البضاعة. فأجاب عليه الإمام إمام أهل السنة أحمد بن حنبل رحمه الله، قال له: تحب الصالحين وأنت منهم، رفيق القوم يلحق بالجماعة، وتكره من تجارته المعاصي، حماك الله من تلك البضاعة، لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي. فهذه صحبة رائعة طيبة في زمن شريف في مكان شريف على رب كريم كلنا نزلنا عليه ضيوف، نرجو المغفرة ونرجو الرحمة. فهذه مواسم والله تذوب فيها القلوب القاسية، كم في قلوبنا من قسوة تحتاج إلى أن تذوب بدمعة خاشعة صادقة من عيون خاشعة. الله. إذن الشيخ ودكتور خالد عبد العليم يعطيك العافية، بارك الله فيك، تبقى معنا إن شاء الله وعندنا عودة. اللهم لبيك لبيك لا. أهلا بكم مشاهدينا، ما زلنا معكم في هذه التغطية الخاصة بوقفة عرفات، ونرافقكم في هذا البث المباشر، وتشاركنا في هذا البث المباشر إذاعة تال ام بي سي اف ام وبانوراما اف ام، متمنين لحجاج بيت الله الحرام حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا. معنا ما زال الشيخ خالد عبد العليم، طبعا مجموعة من الأسئلة في التويتر. في سؤال أخي حمود يقول: هل يجوز أن يضحي الحاج عن أقاربه من أقاربه في الحج؟ الأصل أن الحاج عليه أضحية إن أراد أن يتقرب بها إلى الله، وعليه دم واجب وهو دم التمتع أو دم القران. أما إذا وكله أحد أن يضحي في الحرم بأضحية فلا حرج، لأنه وكيل عن غيره أن يضحي بهذه الأضحية عن غيره. نعم. ايضا في سؤال، انا ما اعرف انه هذا مش سؤال، يعني شنو حكم من مات بيوم عرفه؟ انا اقول البشرى لهم. نعم، من مات يوم عرفه هنيئا له. وقد حدث في عهد النبي عليه السلام ان رجلا وقع من دبته عقصته الدابه فمات، فقال عليه الصلاه والسلام: غسلوه وكفنوه في ثوبيه ولا تغطوا راسه، فانه يبعث يوم القيامه ملبيا. هذا نقول له هنيئا لمن مات في عرفات، لان العداد خلاص نقول صفر العداد، فاصبح الصحيفه بيضاء. ونسال الله عز وجل حسن الخواتيم وعلى حسن الخاتمه بكت قلوب الصالحين. الله الله. اذا شيخ خالد عبد العليم ما قصرت معنا اليوم، يعطيك الف عافيه، بارك الله فيك، ان شاء الله نلتقي، تقبل الله منا، يعطيك العافيه، يا اهلا وسهلا، جزاك الله. اذا اللهم امين. نكمل ما كنا نتحدث به قبل الفاصل. نعم، لابد لمن يذهب الى هذه المشاعر عندما يشرب من ماء زمزم يتذكر كيف خرج هذا الماء، وهناك دعوة مستجابة: ماء زمزم لما شرب له، صحيح. طعام طعم وشفاء سقم.
فالنبي عليه الصلاة والسلام مدح ماء زمزم وهي خير ماء على وجه الأرض، لأن وراءها قصة تضحية، وتنظر إلى ماء زمزم من هذه العين التي شرب منها الملايين ولازالت تفيض من فضل الله تبارك وتعالى، وحتى هي مميزة عن سائر العيون والآبار والمياه التي على وجه الأرض. الذي يشرب من ماء زمزم يتذكر قدرة الله تبارك وتعالى، كيف أن الله يغيث من يستغيث به. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وذهب وجفت الصحف، ذهب إبراهيم وجف الماء ونفد الزاد، ولكن الله تعالى لا تخفى عليه خافية، هو أرحم بالإنسان من الوالدة بولدها. على من يذهب إلى ماء زمزم وهو يدعو، انظر إلى دعاء السلف الصالح، بماذا كانوا يدعون؟ بعضهم كان يرفع شربة ماء زمزم ويقول: اللهم هذه لضب يوم القيامة. انظر، صح، انظر إلى هذا المعنى الراقي. تتعجب من بعض الناس عندما يذهبون إلى بيت الله الحرام، ترى أن الدعاء كله يتمحور حول مقاصد دنيوية، كأن الأدعية كلها أدعية اقتصادية. يقول: اللهم ارزقني، اللهم وسع لي في رزقي، ولا حرج من هذا، ولكن أين الدعاء بالآخرة؟ أين الدعاء بالباقيات الصالحات؟ كان من دعاء ابن عباس رضي الله عنهما إذا شرب ماء زمزم: اللهم أسألك علما نافعا وقلبا خاشعا. أدعو بهذه الأدعية الباقية، وإذا أردت دعاء جامعا عليك بهذا الدعاء الذي ذكره القرآن في سورة البقرة، يتعلق بمواطن الحج، أن تقول: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. لا يفوتني أيضا مواطن رمي الجمار، الشيطان لنا عدو وحذرنا الله تعالى منه، وذبح إبراهيم لولده قمة التضحية، نال بها مقام الخلة. الإنسان إذا جاءه طفل على كبر السن أصبح خليل الرحمن، واتخذ الله إبراهيم خليلا. هل إبراهيم يذهب لذبح ولده ويتركه الشيطان؟ الأسرة كلها مستنفرة، حتى قيل في بعض الروايات أن الشيطان جاء لهاجر وسألها: هل تدري أين يذهب إبراهيم؟ قالت: لا. قال: إنه ذهب ليذبح إسماعيل. انظر إلى سؤال المؤمنة، قالت: من أمره بهذا؟ فانكشف اللعين، لأنها علمت من الآمر. الآمر هو الله، سمعنا وأطعنا. الأم صابرة والولد راض ومستسلم، وإبراهيم أقبل على هذا الأمر، حتى أن الله عز وجل قال في كتابه: فلما أسلم وتله للجبين. هذا هو معنى الإسلام. أستأذنك الشيخ خالد عبد العليم، وأيضا مشاهدينا ومستمعينا في MBC FM وبانوراما.